مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية. طبعا يعني كلنا عشنا الأيام اللي فاتت دي أحداث يعني صعبة شوية وحزينة بسبب تعرض إخواتنا وأشقائنا في المغرب لزلزال مدمر، وبسبب تعرض أشقائنا أيضا في ليبيا لإعصار دانيال. ومن وقت الأحداث المؤسفة دي يعني طبعا أكيد خلص التعازي لكل يعني أهالي الضحايا، ورب إن شاء الله الشفاء العاجل لكل المصابين. من وقت الأحداث دي بدأ يبقى فيه كده تصاعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللي شايف إن الكوارث الطبيعية دي ابتلاءات أو عقوبة من يعني ربنا سبحانه وتعالى، وفي ناس تانية قالت إنها مجرد كوارث طبيعية ليها أسباب كتيرة جدا، واحدة منها مثلا التغيرات المناخية. طيب في وسط بقى حالة الجدل دي حول الكوارث الطبيعية، بتظهر تاريخ هذه الكوارث انها مثلا، والناس بتتكلم انها ضربت دول اسلاميه وغير اسلاميه. طيب السؤال المهم اللي بيطرح نفسه، هل هذه الكوارث عقاب الهي ولا سنن كونيه؟ طب اصلا هو ايه الفرق بين البلاء والابتلاء؟ كل الاسئله دي واكتر اكيد ان شاء الله النهارده هنجاوب عليها مع حضراتكم، مع ضيفي الكريم اللي منورني في استوديو صباح البلد في فقرتنا الدينيه النهارده، فضيله الشيخ عبد العزيز النجار احد علماء الازهر الشريف. صباح الفل فضيله الشيخ، وكل عام وحضرتك طيب وبالف خير. صباح الانوار، وكل سنه وحضرتك والساده المشاهدين بخير وصحه وسعاده بفضل الله عز وجل. يا رب ان شاء الله. فضيله الشيخ، فضيله الشيخ قبل ما ندخل في تفصيله الكوارث الطبيعيه وهل هي ابتلاء من رب العالمين ولا هي سنن كونيه ليها اسباب منطقيه وعلميه، عايزين نعرف في البدايه من حضرتك الفرق بين البلاء والابتلاء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته الى يوم الدين، اما بعد. خليني في الاول اقول اللي حضرتك قلتيه اللي هي سنن كونيه او كوارث طبيعيه. كل هذه الأمور أنا لا أوافق عليها شخصيا، وأقول أنها آيات وسنن إلهية. ده كده المصطلح المظبوط. ليه بقى يعني ليه؟ لأن العلمانيين عايزين يفرغوا القضية من محتواها ويقولون ان دي أمور طبيعية بتحدث، يعني الدين ملوش علاقة وربنا ملوش علاقة بها، يعني لسان حالهم يقول ذلك يعني. فاللي بيحدث ان مش عارف في الارض بيحدث ايه وتفاعلات ايه، يوم يحدث بيحصل خلط بقى وارتباك عند، وبعدين يقول ده جاي منخفض مش عارف ايه وقوته قد ايه وهيبقى الاعصار مش عارف قد ايه، ودي امور كلها طبيعية متوقعه وامور طبيعيه. نقول لهم بدايه، لا يحدث شيء في ملك الله عز وجل في السماوات والأرض إلا بإذن الله عز وجل. من طبيعة النار أنها تحرق، ولكن إذا أمرها الله عز وجل تكون بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام. من طبيعة السكين، وخاصة إذا كانت الشفرة حامية، أنها تذبح ولكن تكون على الحرير على رقبة إسماعيل عليه السلام. فالله عز وجل يبين لنا أن هذه الكوارث التي تحدث في الكون، وهرجع للسؤال بتاعك بس هدخل بالمدخل ده، إنها تحدث بأمر الله عز وجل، ولها أسباب، منها البلاء والابتلاء، ولها أسباب أخرى، يعني ربنا مش جايبها لنا استعراض الأول. لما نشوف إذا صورة بسيطة جدا جدا وصورة صادمة ومكية بتبين لنا كيف أن كل هذه الأمور بأمر الله عز وجل. الله عز وجل يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن مظبوط. هي الإجابة هنا بقى ربك أوحى لها، يعني هي ما فعلتش الزلزال ده من نفسها، ده الزلزال الكبير بتاع يوم القيامة، إنما ما يحدث الآن من الزلازل آيات من رب العالمين في البداية. لا، ده هو أولا هنقول سببه، وهنقول إن هو جزء بسيط، جزء من مليون جزء مما سيحدث يوم القيامة. الله عز وجل في بداية سورة الحج يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة زلزلة الساعة شيء عظيم.
سيبك من ده بقى كله، اللي انت شفته ده اللي العالم كله بيتكلم عنه منزعج عنه، والعالم كله يقول كارثة بكل المقاييس، ده جزء من مليار، جزء مما سيحدث قبل الساعة، إن زلزلة يعني رجة واحدة بس شيء عظيم يوم ترونها إلى آخر الآية. فربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا بهذه الأمور لكي نعود إلى الله عز وجل، لكي نرجع إلى الله عز وجل، لأن الله يقول لأبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. خلاص، هي المصائب بتأتي لماذا؟ بتأتي لكي يكون فيها فوائد تخلي الإنسان يعود إلى الله عز وجل، يصبر على المصيبة ويحتسب، والله عز وجل يرضى عنه ويرحمه ويعطيه بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لها فوائد كثيرة جدا جدا، لكن إحنا دائما ننظر إلى الجانب السلبي لا ننظر إلى الجانب الإيجابي. الأمر الثاني أن الله عز وجل خلق هذه الأرض وجعلها صالحة للبشر يعيشون عليها في سلم وسلام وأمن وأمان، إذا لم تتدخل العقول البشرية لكي تفسد ما أصلحه الله عز وجل. ولذلك ربنا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. في بعض الناس بتاخد الفساد على أنه انحراف سلوكي فقط، لا، ده الفساد قد يكون فساد في الطبيعة. واحنا شايفين العالم كله يا استاذة هند دلوقتي، العالم كله بيندم على الفساد اللي فعله والاحتباس الحراري اللي هو ادى الى الاعصار ويؤدي الى كوارث وفيضانات وارتفاع في درجة حرارة كوكب الارض بالظبط. خلينا الاول مع العلماء ونجيب القرآن. العلماء الان ندموا على ما فعلوا وقالوا ان احنا اللي افسدنا هذا الكون بالتقدم العلمي الهائل، وسموه فوضى عالمية. دلوقتي بقى في فوضى في التحديات المناخية بالظبط. ولذلك ربنا يقول وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. الشيء اللي الانسان بيكسبه بيحس ان هو لصالحه، يعني ايه؟ يعني مش شرط انها تكون سيئة يعني، لكن يكون المكاسب العلمية احنا السبب فيها. بالظبط، اللي هو النشاط البشري الغير منضبط اللي ملوش حدود، وهم العلماء نفسهم اللي بيقولوا هذا الكلام. ولذلك ربنا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الفساد عكس الاصلاح، والظهور يعني العلو، يعني الفساد على وبقى أكثر من الإصلاح في الأرض. تمام، وكل الإفساد في الأرض هذا يأتي، اللي هو الإفساد العلمي، يأتي باسم الإصلاح، يعني هم بيعتبروا نفسهم أنهم يحسنون صنع. فيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. شوفي بقى اللي جاي بعدها بقى، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مظبوط، اللي احنا قلناه بقى في الاول، هي يعني سبحان الله، هو حتى القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يعني كلها اسباب منطقيه، يعني حتى لو حياتك بتفند لنا دلوقتي الايات وما يحدث الان في العالم هي كلها اسباب منطقيه. بالظبط كده، طبيعي جدا، وهم نفسهم معترفين العلماء ان ما يحدث الان من كوارث هي بسبب ما كسبت ايديهم. مظبوط، اللي هو التقدم. وبيحاولوا الان ان هم يتوقفوا الموقف، وبيحاولوا الان يقول لك عايزين ننتقل الى الاخضر وننتقل وننتقل، ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبهنا للاخضر وقال حتى لو قامت الساعه وفي يد احدكم فزيله. هم من الاول، ما احنا قلنا لكم الكلام ده، والاسلام قال لكم الكلام ده من 1445 سنه، وهو قال لكم انتبهوا للاخضر حتى لو الساعه هتقوم الصبح. اذا ما يحدث من هذه الكوارث بداية لابد أن نلجئها إلى من؟ إلى الله. نعم بالله، إلى الله. ما نقولش إن ده أمر طبيعي، لا، هو مش طبيعي، ده بأمر الله عز وجل، وهذا الأمر يأتي بسبب ما فعله البشر، دي واحدة. الأمر الثاني أنه تذكير لعل الناس يرجعون إلى الله عز وجل. طيب حضرتك فضلت الشيخ مع الكلمة يعني اللي استخدمها البعض على السوشيال ميديا أو الناس حتى في حديثهم بينهم بين بعض، إن هي عقاب من ربنا، ده عقاب؟ طيب ولا ولا هو ملوش علاقة وهو مجرد تذكرة بس بآيات ربنا سبحانه وتعالى؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا لكي يعاقبنا في الدنيا، الله عز وجل سمى نفسه الرحمن. نعم بالله. والله عز وجل هو رؤوف بعباده وهو يرحم عباده،
والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل، أترون أن هذه يعني تلقي وهي قادرة، فالله أرحم بعباده من هذه بابنها أو بولدها، والأمثلة كثيرة. لكن زي ما قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى عايز يرجعنا، ولو تفتكر حضرتك احنا قلنا قبل كده في حلقة أن الناس إن لم ينتهوا بوازع ديني أتاهم بوازع دنيوي لعلهم يرجعون، عشان يرجعوا إلى الله عز وجل، يعني عايز يرجعنا للطريق الصحيح. وده اللي حدث اول ما حصل الزلزال، اول ما حصل الاعصار، الكل بدا يقول يا رب يا رب سلم يا رب. الكل فجاه بدا يعترف ان هناك اله، وان هذا الاله هو الذي يسير هذا الكون، وان الله عز وجل اذا اراد لجعل يعني اسفلها عاليها، ولكن الله عز وجل برحمته، فبدا الكل يقول يا رب سلم يا رب ارحم يا رب سلم يا رب ارحم، بدا الكل يعود الى الله عز وجل. لكن لا يمكن ابدا ان انا اقول ان الزلزال والعواصف عقاب. ليه؟ اجيب لحضرتك دليل منطقي ودليل عقلي. هؤلاء الذين استشهدوا، ده حضرتك قلت كده مصطلح مهم جدا، لان في ناس بتقول هل هم فعلا شهداء، يعني من يتعرضوا لهذه الامور؟ بالتاكيد، وهنجيب الحديث. اتفضل. بالتاكيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشهداء خمسه، اللي هو المبطون والمطعون ومن مات في الغرق والهد، وطبعا ده مات في الغرق والهد، ومن مات في سبيل الله. فهنا الذين استشهدوا، استشهدوا. فلا يمكن ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى عايز يعاقب واحد يوم يخليه شهيد. ده تفسير منطقي فعلا. جدا. ربنا لو عايز يعاقبه يقوم ياخذ بقى في باب تاني على معصيه، او يعاقبه في الدنيا. وبعدين لو كان ربنا عايز يعاقب، طب ما في مدن في العالم يعني تضيق بالمعاصي. مظبوط. يعني يمكن لا يذكر فيها اسم الله مره في اليوم، ومع ذلك هي تعيش امنه مطمئنه، وده من باب الاستدراج وليس من باب الرضا. فهنا ما يحدث ان ربنا سبحانه وتعالى اللي مات غريق واللي مات شهيد بنص السنة النبوية الشريفة فهو شهيد، وما دام أنه شهيد كيف يعاقبه الله عز وجل؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو نظرنا للأمور نظرة عليا يبقى ربنا بيحبه. مظبوط. لأن ربنا بيحبه يوفقه إلى عمل صالح ثم يتوفاه عليه. فربنا توفاه على باب من أبواب الشهادة، وكلنا بنقول يا رب اكتب لنا عند الموت شهادة عشان نبقى من الشهداء، والشهداء أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى. فلابد نبعد فكرة العقاب، نبعدها تماما كده، وفكرة أنها سنن كونية زي ما حضرتك قلت، هي سنن إلهية وآيات من رب العالمين. طب في ناس بتخلط بين البلاء والابتلاء فضلت الشيخ، يعني ده كان سؤالي لحضرتك في البداية، فريت برضو نوضح للسادة المشاهدين. تمام. هكمل بس المعلومة. كثير من الناس عمالين يقولوا أن الساعة الرابط، وان الكوارث بدأت انها تكون كثيرة، وبالتالي يبقى دي علامة الساعة. نقول لهم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويزداد او تزداد الزلازل، وفي رواية تكفر الزلازل، فهو دليل. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى تتعبين نفسكم ليه؟ ما هو من 1400 سنة قال اقتربت الساعة وانشق القمر، قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. الرجل اللي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى قائمة، قال له وماذا أعددت لها؟ أنا بقول لجماعة اللي بيسألوا نفس السؤال، أعرابي سألوا للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها شيء غير حبي لله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المرء مع من أحبه، قالوا ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا. يعني أنت اللي عمال تسأل عن الساعة، ما احنا قلنا لك استعد. وبعدين استعد. أنت مالك ومال الساعة؟ ساعة المرء هي ساعة وفاته. يعني لو قلنا مثلا ان القيامة هتقوم بعد 100 سنة، هل انا عبد العزيز النجار لسه عايش 100 سنة؟ طب انا مالي ومال القيامة؟ يبقى انا عليا من الان ان استعد للموت، لنهايتي انا شخصيا. والموت ياتي فجأة، وما دام ان الموت ياتي فجأة يبقى لابد ان انا اكون مستعد من الان. ولذلك يسألونك عن الساعة ايان مرساها. الكلام كان من زمان. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض.
ده ربنا سبحانه وتعالى، وبين الله عز وجل أن الساعة لا تأتي إلا بغتة، وسورة النازعات يسألونك عن الساعة أيان. إذن لابد من الاستعداد، يبقى لابد إن إحنا من الآن نكون مستعدين للساعة. ما تشغلش بالك بقى هي الساعة قربت الساعة بعدت، ما احنا قلنا لك من 1454 سنة. نرجع للسؤال، فعلا شايفك انك انت عمالة تبص الساعة. تفضل السير. نعم. لابد ان احنا نفرق بين البلاء والابتلاء. فالله عز وجل عندما يبتلي العبد بأمر ما فهو اختبار وامتحان من الله عز وجل للعبد. والله عز وجل إذا أحب العبد ابتلاه، ثم وفقه الله عز وجل لكي يقبل هذا الابتلاء من الله عز وجل. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يتقبل البلاء والابتلاء من الله عز وجل، أن يتقبله بصدر رحب ويتقبله بالصبر، لأن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعلى البشرية جمعاء أن دائما تفقه عطاء الله عز وجل للعبد، وابتلاء الله عز وجل للعبد هو لصالح العبد، لأن الله عز وجل لم يبتلي العبد إلا وكان في هذا الابتلاء فوائد للعبد، كما قال أحدهم إن الله عز وجل إذا ابتلاني، يعني ربنا سبحانه وتعالى أتى بأمر يعني فيه عكس إرادتي، وهذا الأمر عكس رغبتي مثلا، إلا كان لي فيه ثلاث فوائد. ربنا سبحانه وتعالى إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونعم بالله. يعني ربنا يقوي كل الناس اللي يعني كان عندها مصاب جلل طبعا أكيد من أشقائنا سواء في المغرب أو ليبيا، ويحمي يعني سائر شعوب العالم، لأن زي ما حضرتك أشرت في بداية الفقرة فضيلة الشيخ أن الإنسان لازم يبدأ بنفسه ما ينتظرش الآخر. الحقيقة أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف. الحقيقة الموضوع شيق ومليان بتفاصيل كتيرة، فأعتقد إن شاء الله الحلقات الجاية يكون لنا فرصة أكثر في الحديث عنه بشيء من التفصيل. شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا. بشكركم مشاهدينا، وزي ما بدأنا حلقتنا بأن ساعات بيحصل في حوادث كبيرة ويعني بتصيب الإنسان بالخوف والقلق، وفي نفس الوقت التعاطف مع من تعرض لمثل هذه الكوارث الكبيرة، وعلشان كده هو يعني زي ناقوس خطر ويعني يدق على باب كل واحد فينا ان احنا ننتبه، لان كل واحد لو فضل يقول انا ماليش دعوه انا ما بعملش حاجه العالم هو اللي بره متسبب، لا نبدا بنفسنا، لان كل واحد في النهايه هيتحاسب عن ما يفعله، كل واحد في النهايه هيتحاسب عن نفسه، وفي الاخر كل اللي بيحصل ده في العالم كله مش بيفرق بيني وبين حضراتكم، لكن كلنا يعني معرضين لاي مشكله. فربنا يا رب يسلم سائر دول العالم ويسلم بلادنا يا رب ان شاء الله، ويجعلها امن وامان طول العمر ان شاء الله. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا، وبعد الفاصل موعدنا مع فقرتنا الأطفال كده يعني الجمال يستعدوا. كل أسبوع بيكون عندنا فقرة مميزة مع زميلتنا حنان المطعمي وموهبة جديدة من مواهب الأطفال في مصر.